قبل أن نحفظ القرآن كنا نتعجب ممن يحفظ القرآن، لما حفظنا القرآن صرنا نتعجب ممن لا يحفظ، فلله درر قلوب تعلقت بالقرآن. كلما ضاقت بنا الدنيا هجرناها ورحمنا بين حروفه لنرتوي من آياته، وتواسينا آية وتسعدنا آية وتشد عزمنا آية أخرى. أحلى كلام الله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن دائما وأبدا. هل تساءلت يوما متى يجيء اليوم الذي يحرك القرآن فيك شيئا ليوقظ إحساس قلبك وتتعلق به؟ فإن حان السؤال فرادف القرآن قلبك وواظبه وخذ بالجد منه، فإن عطاكه الله انتفعت واستوفيت، وإن لم يحن السؤال بعد فما لك ولهجران تلقى أذاه عليك تجف به روحك وتبعد به عن الله، فتدارك يا صديقي نفسك.